ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناة. انا نوج، والنهاردة عندنا فيديو كنتوا طلبتوه، هو عن الميك اب براشز او فرش الميك اب. فلو عايزين تعرفوا كل المعلومات اللي اقدر اديها لكم كملوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا لايك وكمان سبسكرايب في القناة، ويلا بينا نبدأ. النهاردة انا هشرح لكم او هقول لكم كل المعلومات اللي اعرفها عن الفرش على الست بتاعت كوستال سانس، فيها 22 فرشة. واذا حابين تشتروها هسيب لكم اللينك بتاع الويب سايت بتاعهم، لاني معرفش اي مكان تاني ممكن يكون متوفرة فيه، ولو تعرفوا مكان اكتبوه تحت في الكومنتس علشان نساعد بعض كلنا. قبل ما ابدأ اوريكم الفرش ونتكلم عنهم بالتفاصيل، لازم تحطي في دماغك انه مفيش حاجة في الميك اب ليها رولز او شروط. ممكن تستخدمي اي فرشة بالطريقة اللي تناسبك. لو حاسة ان الفرشة ديت هتساعدك في الشيء دوت وما تشوفيش الناس بتعمله، اتس اوكي انك تعمليه، فيل فري. بشوف بنات كتير بتخاف تستخدم الفرش او بتخاف تجيبها وتصرف فيها فلوس وما تستخدمهاش. هاتي حاجه الاول تكون حنينه وابداي جربي. الميك اب بيتمسح، ما هوش حاجه بيرمننت، مش حاجه هتفضل على وشك. فجربي الفرشه دي مره في كذا والمره دي في كذا، انت لوحدك هتلاقي نفسك بتعلمي نفسك بنفسك، بتكتشفي حاجات انت مرتاحه في الفرشه دي اكتر من الفرشه دي. وبرده في بنات كتير بتفتكر ان هي محتاجه فرش عشان تعمل الميك اب. الفرش ما هي الا وسيله مساعده، ممكن تعملي حاجات كتير قوي برضو من غير الفرش. فرشه واحده ممكن تغنيكي عن ست فرش كاملين لو انت عندك التكنيك وعارفه انت بتعملي ايه. فاول حاجه هبدا بيها ان انا هوريكم الست الفرش ديت، وهنبدا بالفرش من الكبير للصغير. في اول فرشه هنا الفرشه اللي اسمها فان برش. الفان برش ديت انا شايفة ان ليها استخدامين، في ناس كتير ممكن تستخدمها استخدام واحد. ممكن تشيلي بيها الباودر الزيادة، او لو اي شادو بتحطي اي شادو تقيل ونوقع هنا بتشيليه، او ممكن كمان تحطي بيه الهايلايتر. برضو في اربع فرش تانيين كبار كلهم للوش. زي ما انتوا شايفين كده من فوق، عايزة اوريكم الكثافة بتاعت الشعر دي، كثيفة جدا، دي كثافتها اقل ودي اخف ودي كمان دي اتقل من دي. الفلات برش اللي بتبقى يعني كثيفه جدا شعرها كده، ديت مينلي بتستخدم في ان احنا نحط بيها الفاونديشن. الفرشه ديت برضو شعرها اخف، دي ممكن نستخدمها في ان احنا نحط الباودر لان توزيعها هيكون اخف. معلومه برضو انه الفرش اللي بيكون الشعر اسمك فيها كل ما بتحط برودكت اكتر والشعر كل ما يكون اخف زي ديت، كل ما تحط برودكت اقل. برضو صغيرة اللي شعرها خفيف ديت ممكن تحطي بيها البلاشر او البرونزر او الكونتور لو باودر. طبعا كمان في نوعين من الشعر، في نوع صناعي وفي نوع بيكون طبيعي. الصناعي بيحط برودكت برضو اكتر لانه بيمتص برودكت اكتر وبيبقى احسن في الليكويدز، والطبيعي دايما بتبقى الابليكيشن بتاعته اهدى. كمان نوع البلاش البرش ديت زي ما انتم شايفين ان هي انجلد، دي ممكن يتعمل بيها الكونتور عكس ديت ستريت او جايه مدوره، عادي ممكن يتعمل بيها اي حاجه. نيجي لفرشه تانية كمان تنفع ان احنا او ديفينتلي نحط بيها الفاونديشن، هي فلات برش زي ما انتم شايفين كده. بيتحط بيها الفاونديشن، بس انا واحدة من الناس ما بفضلهاش لان لو الفرشة مش كواليتي بتاعتها كويسة ممكن تبدأ تسيب خطوط على وشك. نفس نوع الفرشة الكبيرة بتاعت الفاونديشن، في منها على اصغر، ديت بتستخدم للكونسيلر كونسيلر، وديت كمان للكونسيلر تحت العين، ديت ممكن يتظبطي بيها حوالين الحواجب او حوالين الشفايف. الفرش ديت نايلون زي ما قلت لكم، بتستخدم مينلي في الحاجات الليكويد. بنيجي هنا كمان لنوع من انواع الفرش شعرها طبيعي وهي فلات، ديت ممكن يتعمل بيها الاي شادو وممكن الهايلايتر، انا بفضل ديت في الهايلايتر الاصغر شويه، بحط بيها الهايلايتر جوه في الانر كورنر اللي بتحتاجي فرشه تكون اصغر في الحجم، بستخدم ديت للبلندنج بتاع الاي شادو فوق العين. وادي كمان نوع فرشه انجلد زي ما انتم شايفين، ديت ممكن
تعملي بيها بلند للكريس، خصوصا الكريس بيحتاج شغل يبقى في حاجه دقيقه زي الانجل اللي هنا ديت. وكمان في فرش اللي هي بتكون الراوندد، الراوندد ديت برضو للبلندنج ممكن تستخدميها، تدمجي بيها الاي شادو، تدمجي بيها الاي شادو، تحطي بيها الاي شادو برضو زي ما انت تحسي انك مرتاحه في استخدام الفرشه. نيجي هنا لفرشه زي ديت، زي ما انتم شايفين الشعر بتاعها قصير جدا وكثيف، ديت ممكن تستخدميها انك تزودي في الكات كريس الحد بتاعه او الخط بتاعه، لان هتحط كميه اي شادو كبيره وكمان رفيعه. برضو الفرشه ديت تقدري تعملي بيها بلان لانها ناعمه جدا، وزي ما انتم شايفين الشعر بتاعها مقصقص جاي مش كله طول واحد، فبتدي التدريجه اللي احنا ممكن نعمل بيها بلند للاي شادو. اهم حاجه في الاي شادو هو دايما انك تعملي بلند للحواف، ما يبقاش فيه حد للاي شادو يبقى باين. كمان نوع فرش تانيين هي الانجلد برش، بقى حجمها الثلاثه زي ما انتم شايفين، ديت اكتر حاجه بتستخدم للحواجب، ترسمي بيها حواجب او ممكن الاي لاينر لو هترسمي بالجل لاينر، او ممكن حتى ليكويد زي ما انت عايزة. نوع من انواع الشعر برضو الفرش، نوع اسمه synthetic brushes، وديت بتكون شعر صناعي بس عاملينه بالظبط علشان يبقى زي الطبيعي، فدوت برضو بيبقى للبلندنج حلو للاي شادو انك تحطي بيه اي شادو. واخيرا وليس اخرا السمجر، اكيد في براند كتير عارفينها اللي هي بتدمج، هي عبارة عن زي رابر بتدمجي بيها الكحل او الايلاينر لو عايزاه يبقى مش الخط بتاعه واضح وصريح. واخر حاجة هنتكلم فيها ازاي تعتني بالفرش، دايما لو في عندك ست فرش كده بتبقى جواه الكيس، دايما حاولي تحطيه في الكيس بتاعته، ولو هتسافري او هتتنقلي من مكان لمكان احسن حاجة انك تحطيه في الكيس بتاعته. وكمان من الحاجات المهمة انك لازم تعملي هي تهتمي بنظافة الفرش وقد ايه لازم تغسليها. تقدري تغسلي الفرش بالصابونة ديت من البيوتي بلندر اللي بغسل بيها البيوتي بلندر، هي بغسل بيها الفرش، او ممكن تستخدمي اي صابون بس ما يكونش بينشف علشان ما يبوظلكيش شعر الفرش. بنضف الفرش ازاي؟ بجيب الصابونة، اول حاجة بتبلي الفرشة، ودايما وانت بتبليها تخلي الشعيرات لتحت، ما تحطيهاش كده تحت المية علشان ما تخشش جوه، وبتفك اللزق اللي هنا وتلاقي الشعر بعد كده بيقع والفرشة تبوظ او تتفك، زي مثلا زي ما انتوا شايفين كده اللزق من هنا بيفك. المفروض لو الفرش الكواليتي بتاعتها كويسة المفروض ما تعملش حركة زي دي، بس برضو لازم تحاولي تحافظي ان المية ما تخشش جوه. وانتي حطاها تحت المية تخلي المية تنزل كده، تعصريها، تفضلي لحد ما تتأكدي ان المية دخلت بقت يعني متغلغلة في الفرشة. بعدين هتجيبي الصابونة وتقومي واخدة حبة على الفرشة من هنا. بعدين في اختراعين ممكن يسهلولك تنظيف الفرشة زي دوت، بيجي جوه علبة البيوتي بلندر بتعملي فيها الفرش، بتبقى فيها بروزات كده صغيرة علشان تنظف الشعر، او الحاجة ديت برضو بتنظف الفرش زي ما انتوا شايفين كده، عاملة زي المسكة بتاعت الفرن وبيبقى عليها البروز زي ما انتوا شايفين. من الناحية دي فرش العين او الاي شادوز علشان البروز اللي فيها صغيرة، ومن الناحية دي لفرش الوش علشان زي ما انتوا شايفين البروز اللي فيها اكبر. بتلبسيها في ايدك طبعا، بتكوني ممكن تبليها وتحطي عليها لو عندك صابون ساي وتعملي بيها الفرشة، وتقومي جاية هنا وتعصري المية وهكذا لحد ما تتأكدي ان كل البرودكت طلعت من الفرشة. طيب لو ما عندكيش الكلام دوت الرابر اللي منضف فيه، ايدك موجودة تقدري تعملي كده لحد ما البرودكت كله يطلع. بالطريقة ديت هتاخدي وقت اكبر شوية انك تطلعي البرودكت من على الفرش، بس برضو طريقة تقدري تستخدميها. اتس اوكي. نيجي لبعد ما غسلتي الفرش هتحطيهم ازاي علشان ينشفوا، ما يتحطوش كده ولا يتحطوا في بوكس زي دوت مثلا، احط فيه الفرش
يبقوا كده، لا لازم تحطيه تحت علشان اي ميه دخلت فوق ترجع تنزل، وتتاكدي ان الفرش نشفت كويس قبل ما تبداي تستخدميهم تاني. فكره تانية برضو، ممكن تجيبي الكحول وترشي عليهم وهم بينشفوا علشان يطهروا الفرش كويس، خصوصا لو انت من الناس اللي ممكن لو الفرش مش نظيفه تطلع لك حبوب، فدي طريقه كويسه انك تحافظي على نظافه الفرش. بالنسبه للفرش اللي فيها ليكويد زي فرش الفاونديشن ديت، معاكي من يومين لثلاث ايام ولازم تتغسل، لان الحاجات اللي ليكويد دايما بتبقى بيئه صالحه لان البكتيريا تعيش فيها وتتكاثر. اما بالنسبه للباودر فمعاكي من اسبوع ممكن اسبوعين لو انت مش بتستخدمي الميك اب كتير. ده بالنسبة لكم مرة تغسليهم او قد ايه تغسليهم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب يكون استفدتوا منه وعجبكم. ولو عايزين اي فيديوهات تانية سيبوها لنا تحت في الكومنتس وان شاء الله هنعملها. وكتير طلبوا فيديو Q&A فان شاء الله هنعمله. هنزل بوست بعد ما نزل الفيديو دوت بيوم على الفيسبوك والانستجرام. تقدروا تكتبوا لنا الاسئله اللي انتوا حابين تسالوها لنا او تسالوها لي انا نور، وكمان على السناب شات تقدروا تبعتوا لي على الشات بتاعه. ولو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتدوسوا على علامه الجرس علشان يوصل لكم نوتيفيكيشن او اشعار بكل ما ننزل فيديو جديد على القناه. وهجمع الاسئله الحلوه وان شاء الله هصوره وهينزل على اليوتيوب قريب. ولو عايزين تعرفوا اخبار القناه واخبارنا تقدروا تتابعونا على صفحه الفيسبوك وعلى الانستجرام وتويتر وسناب شات، هتلاقوا كل الاكونتس موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.